هاي جايز كيفكم رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير السكسة يعني البسكوت بالشوكولا المكونات بدنا 500 جرام من البسكوت كباية سكر نص كباية من الكاكاو كباية حليب و100 جرام زبدة دايبة يعني نص كباية زبدة اول شي منبلش بتدويب الزبدة وهلا بنضيف الحليب السكر وهلا الكاكاو ومنضلنا نحرك لحتى ينخلطوا منيح مع بعض ويبطل فيه شام كابتلين وهلا منبلش بتكسير البسكوت منكسر كل وحده لاربع شقاف يعني ما بدنا لا صغيره ولا كبيره وسط وهلا منجيب خلطة الشوكولا ومنحطها فوق البسكوت ومنجيب حيله كيس نايلون وهلا منضيف البسكوت ومنحطهم بخط جالس ومنبلش نجمعهم على بعض عشان ما يفلتوا والكمية بتعتمد حسب انتو كيف بدكن ياه وهلا بناخد الاطراف تحت ومنحطها فوق مثل ما شايفين بالفيديو منبلش نجمع البسكوتات مع بعض ومن بعد ما تاخد الشكل اللي انتو بدكن اياه بتبلش تلفوها شوي شوي واخر شي بتضغطوها شوي عشان ما يفكوا مع بعض وهلا بدنا نسكرها بناخد الطرف ومنلفه وهلا بناخد الطرف الثاني ومنلفه بس بعكس الاول مثل ما شايفين بالفيديو ومنسكرها منيح منيح مننتبه كتير منيحة ورحنا عم نسكرها وهيك بتكون جاهزة وهلا منحطه تقريبا لمدة ست ساعات بالبراد وهلا منبلش نفكها منشيل الكيس شوي شوي مثل ما شايفين بالفيديو وهلا بنفتحها شوي شوي وهيك بيكون عنا سوكسي او رول البسكوت بالشوكولا جاهز صحة وهنا ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب سي ان ذا نيكست فيديو وكمان اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا شير وكومنت باي